من جانبه أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أكد أن أهالي غزة والشعب الفلسطيني يستحقون مستقبلا جيدا. وأشار جريفيث إلى أن خروقات إسرائيل للقوانين والقرارات الدولية أمر مرفوض، مشيرا إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كامل وآمن. احترام القوانين الإنسانية الدولية، تم التأكيد على هذا الأمر من قبل العديد من المشاركين في الاجتماع هذا اليوم، والخروقات التي تمت لهذه القوانين خلال الثمان أشهر السابقة من هذا النزاع، والقانون الإنساني الذي كنا نؤسسه لعدة سنوات وهو من أجل حماية الناس الذين يعلقون في هذه الحروب والنزاعات ومن أجل التأكد من سلامتهم ومن سلامة وأمن العاملين الإنسانيين أثناء عملهم. ثانياً